استمرارا لتوافد أبناء الكويت المشمولين بالعفو الأميري السامي يصل اليوم إلى أرض الوطن النائب السابق فيصل المسلم قادما من تركيا. وتستعد حشود من المواطنين لاستقبال المسلم، وأعربوا عن فرحتهم بعودة أبناء الكويت لوطنهم بناء على العفو الأميري السامي، رافعين لمقام سمو أمير البلاد أسمى آيات الشكر والتقدير على جمعه لأبناء الوطن. أشكر الله وأحمد الله على العفو اللي صدر لصالح فيصل وربع مجموعته اللي رفع عنهم الظلم اللي كانوا فيه مهجة 3 سنوات ونص، والحين الحمد لله زملاء عادوا على الأسبوع الماضي مسلم، وكل الجميع عادوا بسلام، وهو اليوم يعود علينا الحين، وإحنا فرحانين بعودته جميعا. مو فرحتنا احنا أسرة المسلم الحالة، والله الكويت كلها كل الأهل غالبيتها على الطيبين على أرض الكويت، من مواطنين مقيمين كلهم فرحانين بعودته، احنا فرحين بعودته والشكر والحمد لله. نبارك يعني للكويت عودة آخر إخواننا المهجرين في تركيا، وإن شاء الله تكتمل أفراحنا بإذن الله بعودة جميع المهجرين في الخارج وخروج جميع سجناء الرأي، وبإذن الله يعني هذه الأفراح نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا يا رب العالمين. أولا نشكر سمو الأمير حفظ الله ورعاه على هذا العفو الكريم، وعلى نواف الخير نواف الكبير، وهو أب الجميع واحتضن أبنائه وليست غريبة على سمو الأمير حفظ الله ورعاه. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على عودة أخونا الدكتور فيصل المسلم إلى وطنه وأهله وأحبابه ومحبيه، واليوم الحمد لله الكويت كلها تحتفل، وخيطان مثل ما أنتم شايفين محتفلة بابنها البار الدكتور فيصل المسلم، وإن شاء الله يوصل بالسلامة وتعم الفرحة للجميع، وإن شاء الله الكويت كلها محتفلة بعودة المهجرين جميعا، ونفرح أكثر بعودة جميع أخواننا المهجرين وأصحاب الرأي بإذن الله تعالى. والله حنا اليوم يعني استمرار للأيام الفرح السابقة، وصول أخواننا المهجرين، واليوم عودة أخونا فيصل المسلم، وبإذن الله تكتمل أفراحنا في عودة جميع المهجرين بإذن الله إن شاء الله. لما نتكلم عن الثبات وعن المبدأ وعن الوفاء وعن القيم وعن الشجاعة وعن المواجهة والدفاع عن الشعب وعن الكويت، أنت طبعا لازم يكون فيصل المسلم. فيصل المسلم تاريخه السياسي سواء داخل المجلس أو أثناء المهجر لم يتغيب ولم يتخلف يوما ما عن مواجهة الفساد، ولم ينزل راية المواجهة أبدا، ولذلك فيصل المسلم شخص وفي لبلده ولشعبه، واليوم الشعب الوفي يرد هذا الجزاء وهذا الإحسان لهذا الشخص الوفي وهذا الدكتور الذي بذل كل ما يستطيع